Bueno, nosotros vamos a escuchar atentamente las posiciones tanto de las organizaciones sindicales como patronales en la mesa. El Gobierno, ya lo ha dicho la vicepresidenta en varias ocasiones, tiene muy claro que hay que seguir respetando, hay que seguir manteniendo el 60% del salario medio y que los salarios no tienen que perder poder adquisitivo. En esas variables escucharemos atentamente a los interlocutores sociales e intentaremos consensuar con ellos la cifra que cumpla todas estas exigencias. حيت ايه كامل داكشي اللي قلت لكم في الفيديوهات السابقه ايه ما غادي نتراجع حتى على شي حرف واحد من داكشي اللي قلت لكم. ولكن اولد عمي كنشوف باللي الناس باقا كتخلط وكتجلط باقا كتخلط ليا البارو مع المساعدات ديال البارو مع السوبسيديوس، وباقيين كيقولوا لكم باللي ايه البارو الخدمه تا تا با لا ولا لا وارينتا اسيندا غادي تضربكم غادي تصرفكم غادي تقتلكم غادي تدفنكم. منين كيجيبوا هادشي الله اعلم. ولكن اولاد عمامي عقلوا على كلامي، الايام بيناتنا اي وغادي تشوفوا وغادي تعيقوا وغادي تعرفوا شكون اللي عنده المصداقيه وشكون اللي كيخلط وكيجلط. ولكن اولد عمي اسمع ليا مزيان، غادي نقول لك غادي نعطيك غير جوج معلومات، جوج معلومات باش تعرف باللي داكشي اللي كنقول لك وداكشي اللي كتقول يولاندا دياث هو اللي كاين وهو اللي غادي يكون، ماشي داكشي اللي باغا تعمل ناديا كالبينيو. اييه اولد عمي، ناديا كالبينيو كتقترح نعم يكونوا تخفيضات هاد السوبسيديوس. هي ولد عمي هي ما باغاش تحميكم، يولاندا ديات قالت ليها ايه بعدي مني باش ما نعملش فيك شي فضيحه. ايها ولد عمي عاقت عاقت ويا ما عاقتش ماشي مشكل غادي تعيق، عرفتوا علاش؟ اسمع ليا مزيان ولد عمي، دابا غادي نمشيو مع سالاريو مينيمو انتر بروفيسيونال. نعم ولد عمي كيف شفتي معايا في المقدمه غادي نخليك مع تقرير كامل. البارح كان اول اجتماع الاخوان ما بين نعم هادو سينديكاتوس لا باترونال الشركات النقابه والحكومه باش يناقشوا الاخوان هاد الزياده ديال سالاريو مينيمو انتر بروفيسيونال. غادي نقول لكم الاخوان غادي نعمل لكم واحد الريسومين نقول لكم شنو اللي خرج من هذاك الاجتماع الاول بالو دعمي. ولكن ايه خليوني خليوني غير واحد الدقيقه اولاد عمامي، خليوني واحد الدقيقه حيت كلشي كيبقى مسجل في هذا اليوتيوب. اييه اسمع ليا بن شريف عمر ما تراجع على شي معلومه على شي حاجه قالها، اما الباقي راه عندهم سوابق. اسمع ولد عمي اسمع اسمع شنو كيقولوا هنا. تتضامن اتفاقيات الحكومه وميثاق الاموال الاوروبيه اقتراح دياس وليس اقتراح كالفينيو. اهدا شنو كتقول يا بن شريف بشويه عليك ما تفضحناش من دابا من بعد واخا 20 مينوتوس 20 مينوتوس نمشيو الايكونوميا ديجيتال لا ريفورما ديال سوبسيديو بور بارو كي بروبوني كالفينيو انفرينجي البلان دي فوندوس اوروبيوس. ترجم لينا بن شريف ترجم لينا وما تطولش بزاف بن شريف، راه كطول بزاف راه صافي عرفنا شنو كاين دابا غير نستنى غير نستنى ونشوفو. هنا ترجم لينا بن شريف يترجم لكم ان اصلاح اعانه البطاله الذي تقترحه كالبينيو اللي باغا تعمل تخفيضات ينتهك خطه الصناديق الاوروبيه. هي ولد عمي قبيله شنو قلت لكم؟ قلت لكم من العمل من يولاندا دياث من وزاره ديالها كتقول لكم ايه هذا الشيء ديالي وهذا الشيء اللي غادي يكون وسمعتوا ليها. اي قالت الكالبينيو ما تدخليش في الشغل ديالي خليني ترانكيلا باش ما نعملش فيك شي فضيحه خليني نحمي الناس انا ما غاديش نعمل تخفيضات. اي
علاش يولاندا دياث كتقول هادشي؟ حيت يولاندا دياث تفقد هادشي مع مع بيدرو سانشيز، و بروكسيل راه عارفين هادشي، عارفين هاد الاصلاحات، حيت هادوك هما اللي غادي يطلقوا الاموال من هادوك الصناديق. اييه على داكشي من هاد الاصلاحات، ولكن هما عارفين على هاد الاصلاحات. دابا كالبينيو شنو باغا؟ ما نعرف ولكن جاوبها تا يولاندا دياث. انتوما ايه غير ركزوا، هادوك اللي باقيين كيقولوا لكم بارو مات بارو، اسيندا مات اسيندا، ايه قولوا ليهم ايه. بن شريف ايه كيقول لكم ايه، غير استناو ونشوفوا هادوك التلغليغه ديالكم فين غادي تخرج لكم، غير استناو. قبيله باش نمشيو للسالاريو مينيموم انترناسيونال، قبيله اي باش تعرفوا باللي يولاندا دياث راه باغي تحمينا. قبيله شنو قلت لكم؟ دزت غير من فوق الاخوان حيت الفيديو راه طال، قلت لكم باللي كتقترح تزيد 600 ولا تزيد فهاد سوبسيديوس. ماشي كيف كيقولوا عاود شي واحد يوم سمعتهم الله يهديهم وصافي. هاد اليوتيوب صراحه ولاد عمامي راه ما فيه لا مصداقيه مؤخرا لا والو. سمعت لشي واحدين عاود كيقولوا لك باللي مساعده جديده 660 يورو، انا ولد عمي نو الله يرحم باباك، ما كاين لا مساعده جديده لا والو. سوبسيديوس حاليا فيهم 480 يورو، هي 80% من الاي برايم 600 يورو. تزاد الاي برايم غادي تزادو. اي دابا يولاندا ديال ولد عمي غير باغا تزيد في هاد المبالغ. يولاندا دي كتقترح ماشي 480 يورو، نو كتقول لينا باللي ايه باغا تعطينا 660 يورو في الشهر ماشي 480 في مدة 6 شهور الاولى. اما 6 شهور المتتالية ايه 500 و استنى ولد عمي شحال غادي نعقل ياو كنجتهدوا، ولكن ايه حاول علينا ولد عمي 540 يورو 6 شهور الاولى 660 هي 110% ديال ابرايم. ايه 6 شهور اللي طال 540 يورو 90% ديال ابرايم، ومن بعد باش نكملوا لهذيك 30 شهر اللي عنده 30 شهر اللي عنده 30 شهر بالو عمي راه ماشي كلشي كاين اللي عنده غير 6 شهور ونوط قعد نو اي في ديك الساعة الإخوان من مور عام 6 شهور الأولى 660 6 شهور الثانية 540 وإذا باقي عندك تما شي حاجة حتى الماكسيم ديال 30 شهر إيه ديك الساعة غادي تشد 80% ديال الإبرايم 480 ولكن هاد 480 أولد عمي راه غادي تزاد حيت الإبرايم غادي تزاد غادي تكون زيادة في سالاريو مينيموم انترناسيونال في القريب قبل ما تسالي هاد السنة إن شاء الله وحتى الإبرايم غادي تزاد او الابرايم اللي كيتزادوا حتى الاخوان نقولوا سوبسيديوس ايه هادشي باش تحمينا ماشي باش ولا هادشي كيعني غير هادوك اللي غادي ينوضوا يخدموا واللي كيتشدوا دابا السوبسيديوس اذا مشاو يخدموا كيف كيقول لكم شي واحدين في الاول غادي تشدوا كذا ومن بعد كذا. انا والله الاخوان الا صراحه ما نعرف واش نضحك ولا نبكي، والله انا الاخوان شي مره ملي كنسمع هاد الناس ما نعرف واش نضحك ولا نبكي، كنشوف كلشي كيخلط وكيجلط. ولكن ولد عمي ايه ماشي اول مره كيخرجوا يصحوا، دابا غادي يخرجوا يصحوا. المهم ولد عمي باش ما نطولش عليك بزاف، القضيه راه سديناها، هاد القضيه سديناها، قضيه سديناها ولد عمي، عقل على داكشي اللي كنقول لك باش غدا مور غدا غادي تشوف انت بوحدك، حيت انت انا عارف باللي انت ولد عمي راه كتفرج هنا وتفرج لهي وتفرج لهي، بالي انت سمعتي شنو كيقولوا لهي ولهي ولهي وشنو قال بن شريف؟ عقل على بن شريف. غادي ترجع وتقول بن شريف ايه برافو ليك، داكشي اللي انت كنتي كتقول لينا هو اللي كاين، ماشي هذاكشي اللي كيقولوا الناس ديال الوحي. بالي واخا ولد عمي سالاريو مينيموم انترناسيونال البارح الاخوان كان اول اجتماع ما بين كيف قلت لكم الحكومه بالي العمل نيت ايه كان السكرتير هذاك اللي كانوا قالوا لينا باللي هو الوزير العمل كان تما هو اللي كان ماشي يولاندا ديال السكرتير. نعم كنتكلموا على الحكومه الاخوان الناس ديال النقابات سينديكاتوس او خي تي كوميسيون سوبريراس او باترونال اييه الشركات
اللي كيتكلموا باسم الشركات اللي خصهم يخلصوا. اول اجتماع الاخوان ايه خرجوا بدون اتفاق. اجتماع ثاني غادي يكون الاخوان اذا ما نسيتش 11 من شهر 12 باش يزيدوا الاخوان يتناقشوا ويفكروا مزيان وطال. الشركه ديال الاخوان ماشي بزاف، كنت قلت لكم باللي اقترحوا الزياده ديال 3% 3% سنه 2024 و 3% اخر الاخوان في سنه 2025. كنتكلموا الاخوان بالضبط على المبلغ اللي اقترحوه الشركات. نقولوا لكم الاخوان نعم كيقترحوا الاخوان حاليا كيف كتعرفوا الاخوان السالاريو مينيم انترناسيونال فيه دابا حاليا كنشدوا فيها الاخوان 1080 في 14 خلصه. بعد واحد الحاجه ملي كنتكلموا على السالاريو مينيم انترناسيونال الاخوان راه كنتكلموا على ما يقارب 3 المليون ديال العمال فقط، ما وصلش 3 المليون ديال الناس اللي كيشدوا السالاريو مينيم انترناسيونال ولا قل. نو قل نو نو شنو كنقول السالاريو مينيم انترناسيونال ما تقدرش تشد قل. ولا عمي كنتكلموا على تقريبا 3 المليون اللي غادي يستافدوا نقولوا من هاد الزياده، الناس اللي حاليا كتشد 1080. اي الشركات شنو كيقترحوا؟ كيقترحوا 3% كيف قلت لكم السنه الجايه كنتكلموا على 1112 يورو، او 3% اخرى في سنه 2025 كنتكلموا على 1145. هادشي اللي كيقترحوا الشركات. النقابات غادي تسمعوا لهم دابا البارح من مور الاجتماع قالوا باللي ايه هما كيطالبوا باللي هاد السميك هذا يكون ديما ايه في 60% من متوسط الراتب هنا في اسبانيا، ما يكونش تحت، ما يكونش تحت. حتى الحكومه كتقول لك حتى حنا داكشي اللي باغيينو طالو كوال. ولكن يولاندا دياف شنو اقترحت؟ يولاندا دياف حتى هي اقترحت واحد المبلغ، اقترحت 4% هي الزياده تكون ديال 4%. كانت تكلموا على 1123 يورو، 1123 يورو في السنه الجايه. هادشي اللي كاين دابا، هادشي اللي كاين، ما توصلوش لشي اتفاقيه. دابا كل واحد يفكر مزيان مع طال. ايه كيف قلت لكم اول فيديو ملي تكلمت لكم على هادشي قلت لكم ايه هادو غادي يقترحوا، هادو يقترحوا ايه غادي يقلبوا على واحد المتوسط تما. مال ولد عمي داكشي اللي كاين، قول ليها 1023، قول ليها 1025، قول ليها 1030، نو ماس. مال ولد عمي نو ماس، هادشي اللي كاين. ملي كل جديد حنا معاكم. ايه مهم حتى هاد القضيه الاخوان ديال السالاريو مينيم انترناسيونال راه عنده علاقه بالسوبسيديوس بهذوك المساعدات ديال البارو. بزاف ديال الناس اللي حاليا ما عندهمش الحق في السوبسيديو ملي غادي يتزاد سالاريو مينيم انترناسيونال غادي يكون عندهم الحق في السوبسيديو. علاش؟ حيت كيف كتعرفوا واحد من الشروط باش نقدروا نستافدوا من شي سوبسيديو هو ما يكونوش عندنا مداخل كيفوتوا 75% من سالاريو مينيم انترناسيونال. حاليا حاليا 75% ديال السالاريو مينيم انترناسيونال 1080 هو 810. اذا عندك مداخل مثلا ديال 820 ما عندكش الحق في السوبسيديو، غادي يطلع سالاريو مينيم انترناسيونال هذا المبلغ هذا غادي يطلع. او كاين بزاف ديال الناس اللي نعم غادي يكون عندهم الحق في السوبسيديو. بلود عمي المهم تحياتي لكم حتى شي فيديو ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ديما الجديد عند بن شريف تي في. تشاو تشاو. Comisiones Obreras y UGT han cerrado la primera mesa de diálogo de la negociación por el salario mínimo interprofesional sin un acuerdo de cuál va a ser el porcentaje de subida, pero con nuevas premisas para abordar esta cuestión en una próxima reunión fijada para el 11 de diciembre y que aseguran será la que recoja un porcentaje. Así, el secretario de Estado de Economía, Joaquín Pérez Reyes, ha asegurado antes de la reunión que mantienen su posición de que el salario mínimo interprofesional no sea inferior al 60% del salario medio.
Bueno, nosotros vamos a escuchar atentamente las posiciones tanto de las organizaciones sindicales como patronales en la mesa. El Gobierno, ya lo ha dicho la vicepresidenta en varias ocasiones, tiene muy claro que hay que seguir respetando, hay que seguir manteniendo el 60% del salario medio y que los salarios no tienen que perder poder adquisitivo. En esas variables escucharemos atentamente a los interlocutores sociales e intentaremos consensuar con ellos la cifra que cumpla todas estas exigencias. Tras casi 3 horas de reunión, la secretaria confederal de Acción Sindical de Comisiones Obreras, Maricruz Vicente Peralta, ha afirmado que no se ha cerrado con un acuerdo, pero ha recalcado que el 60% tiene que garantizarse. Es que el 60% tiene que garantizarse. Y además, lo pedíamos los sindicatos, lo recogían en el acuerdo de gobierno también del PSOE y de Sumar, garantizar ese 60% en el Estatuto de los Trabajadores, de manera que sea de obligado cumplimiento hoy y siempre, y gobierne quien gobierne.